السلام عليكم. النهارده في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ايه اللي يحصل لو انا كان عندي سيجنال وكانت corrupted by noise، يعني متشوهه بشويه نويز، عندها شويه عليها شويه نويز يعني، والسيجنال دي انا عندي هي ديسكريت وانا عايز انزل لها انزل السامبلنج فريكونسي بتاعتها من قيمه معينه لقيمه ثانيه. عايز اعرف ايه اللي يحصل للسيجنال دي، هل هي هتتاثر، هل هي هيحصل لها ديستورشن، هل هي هتفضل زي ما هي. ده اللي احنا عايزين نشوفه. طيب السيجنال دي احنا عارفين انها ديسكريت. طب انا عرفت ازاي انها ديسكريت؟ لان بسبب الدوتد لاينز دول، ده معناها انها بتتكرر كل 4 كيلو هرتز. اوكي، ليه كل 4 كيلو هرتز؟ لان السيجنال لما تكون بيريودك في الفريكونسي دومين بتكون السيجنال دي، ده معناها انها ديسكريت في التايم دومين. اوكي، عشان كده انا عرفت انها ديسكريت بسبب الدوت لاينز دول. الدوت لاينز دول بيقولوا لي انها متكرره في الفريكوانسي دومين، وده دليل على انها ايه، انها ديسكريت في التايم دومين. تمام. طيب السيجنال دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزء منها من اول 0 لغايه 1 كيلو هرتز، دي السيجنال نفسها اللي انا سواء مثلا الصوت اللي انا نفسي اسمعه او الفيديو او ايا كان. تمام. النويز موجوده من 1 كيلو هرتز ل 1.5 كيلو هرتز. تمام. انا دلوقتي عايز اعرف ازاي اقدر ان انا انزل السامبلنج فريكوانسي، وازاي اقدر احسب القيم بتاعه السيجنال تو نويز ريشيو زي ما هنشوف بتاعه السيجنال دي لما يحصل لها داون سامبلنج من 4 كيلو هرتز ل 2 كيلو هرتز مثلا. تمام. طيب لازم نكون عارفين ان انا علشان انزل السامبلنج فريكوانسي لازم هيحصل ايه، لازم السيجنال دي هتتكرر في الفريكونسي دومين وهتتكرر ببيريود اقل شويه. اوكي، ببيريود كام؟ ببيريود 2 كيلو هرتز مش 4 كيلو هرتز زي قبل كده. وعشان كده هتلاقي تداخل زي ما هنشوف بعدين، هتلاقي ان النويز دي هتحصل تداخل وبالتالي هتاثر على ايه؟ على الجزء ده من السيجنال. تمام. طيب علشان كده انا عايز اشيل الجزء من النويز ده، فبمررها على ايه؟ على لوباس فلتر. واللوبس فلتر ده لازم يكون مثالي، ايديال لوبس فلتر. تمام. في الحقيقه انا ما بيكونش عندي الايديال لوبس فلتر، بس تعال نفترض دلوقتي ان انا عندي ايديال لوبس فلتر. ماشي، لو انا عندي ايديال لوبس فلتر ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان السيجنال دي، انا ما عنديش دلوقتي الجزئين دول، السيجنال دي هتعدي زي ما هي والنويز هيحصل لها بلوك، مش هتقدر تعدي، وبالتالي هي دي اللي هتبقى السيجنال. بعد ما يحصل الكلام ده، انا عايز انزل الفريكونسي ل 2 كيلو هرتز، ايه اللي هيحصل؟ شكل السيجنال هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى بتتكرر بايه؟ ب 2 كيلو هرتز كده. تمام. التكرار ده بيدل على انها السامبلنج فريكونسي بتاعتها 2 كيلو هرتز. ماشي. طيب الكلام ده لو انا عندي ايديال لوبس فلتر. طب لو انا افرض ما عنديش ايديال لوبس فلتر، ماشي، او ما عنديش اي فلتر خالص، يعني انا هفترض ان انا ايه، ما عنديش اي فلتر خالص، ده حاجه ايه، اكستريم كيس، يعني الحاله القصوى، الاوحش حاجه ممكن انت تشوفها ان انت يكون ايه، ما عندكش لو باس فلتر خالص. تمام. يبقى هتلاقي النويز دي هتعدي زي ما هي. تمام. طيب قبل ما نشوف النويز هتعدي زي ما هي ونرسمها، ازاي نقدر ان احنا ننزل الفريكوانسي ل 2 كيلو هرتز؟ 4 كيلو هرتز تنزل ل 2 كيلو هرتز، ده معناه انها هي هتتكرر زي ما اتكررت هنا كده، يبقى هتتكرر كل ايه، تتكرر كل 2 كيلو هرتز. يبقى انا هرسمها عند الصفر. تمام. سنترد عند الصفر هنا، وهرسمها تاني سنترد عند كام؟ عند 2، وسنترد عند نيجاتيف 2، وهجمع الكلام ده كله مع بعض. تمام. وهو ده اللي معناه ايه؟ معناه انها هتتكرر في الفريكونسي دومين. تمام. يبقى انا هلاقي ايه؟ هلاقي ان الجزء ده هيتداخل مع الجزء ده وهيأثر عليه، الجزء ده هيتداخل مع الجزء ده وهيأثر ايه؟ هيأثر عليه. ده كمان خلي بالك، ده انا كده عند ايه؟ 1.5، وهنا عند 1، وهنا عند نص. ده لو كانت السيجنال اصلا، انا حظي حلو ان السيجنال ايه؟ لغايه 1.5 بس. لو السيجنال اصلا كانت اكتر من كده كمان، لو النويز قصدي اكتر، كانت اكتر من كده كمان، هتلاقي ان السيجنال كلها ايه؟ اتشوهت. مش الجزء ده بس، لا، السيجنال كلها بقت متشوهه. تمام؟ وبالتالي دي حاجه وحشه هتحصل. تمام؟ بس دي مش الحاجه الوحيده اللي هتحصل. ده كمان النويز الليفل بتاعتها هتزيد. ليه الليفل بتاعت النويز هيزيد؟ لان السيجنال دي راندوم،
و Parseval's theorem بتقول ايه؟ بتقول لو انا عندي value، لو انا عندي signal والسيجنال دي ليها باور معينه في التايم دومين، الباور بتاعتها في الفريكونسي دومين هتبقى زي ما هي. وده ومن كده تقدر تستنتج ان نفترض مثلا، يعني نفترض السيجنال مثلا في الفريكونسي دومين عندها 10 سامبلز مثلا، وال 10 سامبلز دول انت عايز تقللها، او مثلا في التايم دومين هي عندها 10 سامبلز، وال 10 سامبلز دول انت عايز تقللهم من 10 ل 5، ماشي؟ يبقى احنا عايزين نقلل السامبلنج فريكونسي دي من 10 ل 5، يعني عايز تضرب في نص، يعني تاخد نص سامبلز بس. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان النويز هتأثر، القانون بتاع بارسيفال بيقول ان النويز دي الباور بتاعتها مش هتتغير، وبالتالي كل الباور هتتقسم، بدل ما هم كانت متقسمه على 10 سامبلز هتتقسم على كام؟ هتتقسم على 5 سامبلز بس، وبالتالي كل سامبل الحظ بتاعها او الجزء اللي هي هتاخده هتبقى ايه؟ هتبقى اكتر من لو كانت 10 سامبلز. عشان كده النويز ليفل هتزيد في الايه؟ في الفريكوانسي دومين، وده حاجه وحشه جدا هتحصل لنا. بس خلي بالك، ما دام انا السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي اكبر من فاليو معينه، طبعا الفاليو دي بتختلف من ابلكيشن للثانيه، افترض مثلا انها 10 هنا، ما دام السيجنال تو نويز ريشيو اكتر من 10 انا مش هتفرق بالنسبه لي. طب يعني ايه اصلا سيجنال تو نويز ريشيو؟ معناها السيجنال امبليتيود على النويز امبليتيود، تمام؟ لو السيجنال امبليتيود والنويز على تقسيم على النويز امبليتيود، الريشيو ما بينهم، النسبه ما بينهم اكبر من 10، ده انا في الحاله دي خلاص انا ما عنديش اي مشاكل، وانا هقدر اسمع الصوت بجوده كويسه، بجوده مقبوله، تمام؟ خلي بالك السيجنال تو نويز ريشيو ساعات عاده بيقولوها لسيجنال باور على نويز باور، بس انا هنا معرفها انها سيجنال امبليتيود على النويز امبليتيود، على النويز فلور، تمام؟ ودي طبعا لينير سكيل، لو انت عايز لو هي مديها لك بالدي بي هتقسمها على 20 وترفعها تبقى ايه؟ في الاس بتاع ايه؟ بتاع 10، ماشي؟ تمام؟ طيب تعالى ناخد مساله على كده. المساله بتقول ايه؟ بتقول لو انا عندي اصلا سيجنال من اول من هي الامبليتيود بتاعها كام؟ 20 مللي فولت بير هرتز في الايه؟ في الفريكونسي دومين، الكلام ده في الفريكونسي دومين، تمام؟ والسيجنال دي انا والنويز من ايه؟ من لغايه 0.5، تمام؟ يبقى ده النويز ودي السيجنال، تمام؟ وهي سامبلد عند كام؟ سامبلد ب 10 كيلو هرتز، وانا عايز اقلل السامبلنج فريكونسي دي لدرجه ان ايه اللي يحصل؟ لدرجه ان النويز، ان الفرق، طبعا انت عارف ان لما يحصل، لما اقلل الفريكونسي الليفل بتاع النويز ده هيزيد، فالليفل ده هو عايزه يكون ايه؟ اقل حاجه عايزه يكون 20 دي بي، 20 دي بي. فده طبعا معناه ايه؟ معناه ان انا الفرق ده هيبقى اكبر كده شويه، تمام؟ بس ما دام هو النويز ده، ما دام النويز دي زادت لدرجه انها لسه هي اقل من 20 دي بي، انا هقدر اكون اسمع صوت بجوده كويسه، ماشي؟ هو بيقول لي كده، بيقول لي انا عايز اقلل الفريكونسي لغايه لما النويز فلور يبقى ايه؟ 20 دي بي اقل من السيجنال ليفل، تمام؟ فانا هحسب اول حاجه هحسبها هي ايه؟ هي النويز فلور الجديده دي هتساوي كام؟ والله بيقول لي الاس ان ار عباره عن السيجنال امبليتيود على النويز فلور، تمام؟ السيجنال امبليتيود انا عارف انها مش هتتغير، طب ليه السيجنال امبليتيود مش هتتغير؟ عشان هي مش راندوم سيجنال، ما دام هي مش راندوم سيجنال قبل السامبلنج او قبل الداون سامبلنج او بعد الداون سامبلنج الامبليتيود بتاعها مش هيتغير، تمام؟ دي الامبليتيود بيتغير، ده بروبرتي ليه؟ للراندوم سيجنالز بس، تمام؟ فبما ان السيجنال السيجنال اتغيرت، النويز اتغيرت، الليفل بتاعها اتغير، يبقى الاس ان ار هتتغير. طب الفرق ما بينهم قد ايه؟ 10 لازم تبقى 20 دي بيز. 20 على 20 اس 10 الكلام ده يساوي كام؟ يساوي 10، تمام؟ او بمعنى صح 10 اس 20 على 20 يساوي 10. السيجنال امبليتيود لسه 20 على النويز فلور الجديده. دي اللي هي في الاخر هتديني كام؟ 2 ملي فولت بير هرتز، تمام؟ والقانون بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان النويز فلور قبل على النويز فلور بعد بيساوي مقلوب الايه؟ السامبلنج فريكونسيز تحت، بس خلي بالك تحت ايه؟ تحت الجذر، تمام؟ وكل ده بسبب ان النويز فلور بتتحسب من الار ام اس، والار ام اس بتقسمها على ايه؟ الار ام اس طبعا تبقى ثابته، لان دي الروت مين سكوير بتعبر عن
الفاليو بتاعت النويز، تمام، بتعبر عن الامبليتيود بتاع النويز او الباور اللي في النويز يعني. فهنا في سكوير روت، تمام. يبقى انا كده قدرت ايه، ان انا اقدر اعوض في القانون. القانون بيقول لي النويز فلور على النويز فلور بيساوي الفريكونسي على الفريكونسي تحت الايه، تحت الجذر. يبقى تقدر تحسب الايه، السامبلنج فريكونسي بعد الداون سامبلنج اللي بتساوي 5 على 8 كيلو هرتز، تمام. يبقى اهم حاجه نتعلمها في الفيديو ده ان السامبلنج فريكونسي دي بتكون بتاثر على النويز ليفل، وبالتالي بتاثر على الجوده بتاعت السيجنال كلها، تمام. علشان كده لازم اخلي بالي ان انا لما اجي اقلل السامبلنج فريكونسي اقدر اقللها، بس مش لاي فاليو اقدر اقللها، اقللها لغايه حد معين، تمام. لو الفيديو ده عجبك يعني يا ريت تعمله شير، اكيد في حد الفيديو ده هيستفيد منه. والدوكيمنت اللي هي المذكره دي هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن بتاعت الفيديو